السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناتنا كويزين صفوم. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم نتوما في افضل الاحوال. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا جيت نتقاسم معكم الطريقه ديالي في السفه مدفونه بالدجاج اللي كتجي صراحه اكثر من رائعه. بلا ما نطول عليكم يلا نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. وبسم الله على بركه الله، اول حاجه غادي نبدا بها وهي خديت واحد الكميله غادي ندير فيها الزيت. وعندي هنايا جهد جوج بصلات متوسطين قطعتهم على هذا الشكل هكا، فوالا. وعندي هنايا جهد نص كيلو ديال الدجاج مقطع حتى هو. بالنسبه للتوابل غادي نحتاج الملحة، وغادي ناخذ نص معلقة صغيرة ديال البزار، نص معلقة ولكن ما عمرش. غادي ناخذ معلقة صغيرة ديال القرفة، عويدات القرفة، ومعلقة صغيرة ديال سكنجبير، ومعلقة ديال الخرقوم البلدي. غادي نحاول نشحرهم مزيان، وغادي نخلي ديك البصلة حتى تهبط مزيان. وانتم كما كتشوفوا من بعد ما هبطات ليا مزيان ديك البصله، دابا غادي نضيف كاس كما قلت لكم كبير ديال الماء، غادي نضيف السمن، واحد شويه ديال الزعفران شعره، دابا غادي نخلي الدجاج ديالي حتى يطيب مزيان ويتشرب هاد المريقه كامله. وفي هاد الاثناء يلا ونجدو السميده باش نفوروه. بسم الله على بركه الله، اول حاجه غادي نحتاج هنايا السميده، عندي السميده الغليظه. بالنسبه ليا انايا كتعجبني صراحه الصفه ديال السميده على الصفه ديال الشعريه، وكل واحد على حساب كتختلف الاذواق. اول حاجه غادي نبدا، عندي هنايا كما قلت لكم نص كيلو ديال السميده، غادي ندير فيها الزيت، وغادي نحاول نبسبسها مزيان. ودابا غادي نضيف شويه ديال الماء، انا يا رديت البرمه ديالي فيها الماء باش يطيب ليا باش دغيا طلع فيها الطفويره. دابا غادي نخليها واحد شويه حتى تشرب ليا هاد الماء ونديرها في الكسكاس. وانتم معايا دابا غادي نحطها تفور ونرجع لكم ان شاء الله من بعد. وهنايا خديت كاسرونه فيها شويه ديال الماء، غادي نضيف عليها كاس ديال الزبيب، غادي نعسلو بوحدو، غادي نضيف القرفه عواد والقرفه بودر، غادي نديرهم حتى يطيبوا عاد ندير السكر. وانتم كما كتشوفوا ملي ما بقات حتى شي قطره ديال الماء، غير الدجاج قرادات الدجاج اللي قطعت والبصله راه ديجا دابت. غادي نزيد نحركها واحد شويه ونطفي عليها باش نكملوا التفويرات ديال السميده ديالنا. وانا رجعت لكم، دابا
غادي ندير السميده ديالي، وانتم كما كتشوفوا دابا غادي نضيف عليها الماء. بالنسبه للسميده راه كتبغي شويه الماء، حتى سخونه ضيفوا الماء. بالنسبه لي انا كنشارك معكم غير طريقتي، راه ما شاء الله يعني كلشي دابا الحمد لله كيعرف يدير الكسكسو ولا يدير الصفه. دابا غادي نخليها حتى تشرب ليا هاد الماء، غادي ندهنها بشويه ديال الزيت، وغادي ندير ليها الطفويره ثانيه. كما قلت لكم غادي ندير ليها الطفويره الثانيه، وغادي ندير ليها الطفويره الثالثه بنفس الطريقه، ونرجع لكم ان شاء الله مع طريقه التقديم ديال السفه ديالي. دابا غادي نبداو في طريقه التقديم. اول حاجه كملت الطفويره الثالثه ديالي، دابا غادي نضيف عليها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، غادي ندخلها مزيان في هذيك السميده ديالي مع حده سخونه، وغادي نضيف السكر سنيده. طبعا كتحكموا في الحلاوه، اللي بغى يدير السكر كلاصي يقدر يديرو، بالنسبه لي انا كتعجبني سنيده، كنديرها في الصفه، وكنضيف حتى القرفه حتى هي كتعطي واحد اللذه زوينه بزاف في السميده، يعني كتعطي واحد البنه واحد المذاق زوين. هانتوما كما كتشوفوا يعني ما كنضيفش بزاف ديال القرفه، وكنخلطهم مزيان. ودابا من بعد ما خلطت كلشي غادي نحيدها باش نجيب الطبصيل فاش نحطها. وهنايا خدي الطبصيل ودرت فيه مول دائري، وكما كتشوفوا بس الطبقه الاولى ديال السفه ديالي، غادي نضيف عليها الدجاج ديالي. ودابا عندي هنايا اللوز اللي حمرته وهرمشته، غادي نديرو حتى هو من فوق الدجاج. طبعا اختياري، اللي ما بغاتش ديرو ما ديروش، غير كاضافه. وغادي نضيف طبقه ديال السفه من الفوق، وغادي نبسطها مزيان باش تشد ليا لا فورم ديال المول. خديت داك الزبيب اللي عسلت ودرته بحال هاد الشكل هكا. ثم كما كتشوفوا دابا غادي نحيد معكم المول الدائري. بسم الله، وها هي الصفه ديالي كي كتجي. صراحه كتجي زوينه بزاف. كنتمنى الوصفه ديالي وما تنال اعجابكم، وتجربوها وتقول لي في لي كومونتير كيف جاتكم. هي وصفه قادمه مع فيديو جديد باذن الله، ودمتم سالمين.